تفقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محسن ناصر قاسم تفقد جاهزية الأسلحة والعتاد العسكري والقتالي في اللواء 190 دفاع جوي واطلع على أحوال المقاتلين. وخلال الزيارة أكد قائد المنطقة ضرورة مضاعفة جهود التدريب والتأهيل والعمل على تعزيز وتطوير مستوى الأداء الذي يقدمه منتسبو اللواء، وبما من شأنه تحقيق الاحتراف والتميز في تنفيذ كافة المهام والواجبات المسندة، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة والحس الأمني الرفيع والبقاء في استعداد دائم وجاهزية قتالية عالية لمواجهة أي طارئ. من جانبهم أكد منتسبو اللواء أنهم في جاهزية قتالية وعسكرية رفيعة وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام المنوطة بهم وإنجاز كل ما يمليه عليهم الواجب الوطني في حماية سيادة الوطن وحفظ الأمن والاستقرار وصون مقدرات الشعب.